جملة قالها أحد المتظاهرين وهي كتير بتعبر عن الثورة السورية لما قال أنا إنسان ماني حيوان. هيدي كانت كلمة كتير معبرة. بسوريا فعلاً ما في حقوق إنسان، على خلاف أنه نظام الأسد دايماً كان بيقول أنه هو عبارة عن نظام علماني، وإنما نحن شفنا أنه قبل الثورة بدأ بتغيير بعض القوانين في قوانين الأحوال الشخصية، بدأ بالعكس يأخذ من حقوق المرأة بدل من أن يعطي حقوق المرأة ويعادلها بالرجل. بدأنا نشعر بأننا دولة طالبان، بدأنا نشعر بالتأثير الإيراني على الشعب السوري. وخلينا نأخذ كتير مثال بسيط، استرجعت يوم 8 آذار اللي هو يوم عيد المرأة، اللي كان كل الوقت النظام السوري مغتصبه ومعتبره انه هو عبارة عن عيد الثورة اللي هو كان انقلاب عسكري من خلاله حافظ الأسد اجى على الحكم. اتت الثورة السورية لتعيد الاعتبار للمرأة السورية. مرأة عاشت ظلم مضاعف في الثورة السورية، يعني نحن معروف انه نحن في عنا شهداء يعني سقطوا بالثورة السورية، في عنا معتقلين، المعتقلين دائما عم يكونوا مشاريع شهداء، وإنما للمرأة عذاب آخر. المرأة عاشت بأنه هي تكون ملاحقة لأنه شاركت بالمظاهرات، وبأن تكون معتقلة، وبأنه تكون مختطفة بدأ الاختطاف في سوريا، وبأن تكون مغتصبة أيضا. وأنا بعتبر أنه المجتمع الدولي هو فعلا يعني كان جدا مقصر بحق الثورة السورية. ما بعتقد في ثورة استمرت سلمية شهور طويلة واستمرت لوحدة بقدر الثورة السورية. المرأة حالياً عم تقاتل مع الرجل جنباً إلى جنب لتحصل على حقوق المواطن أو المواطنة السورية. وفي يوم تحرير سوريا يعني أنا أكيد لأنه في عنا مجموعة من الشباب، يعني إن كان صبايا ولا إن كان شباب، سيبدأوا بحملة توعية حقيقية بشأن حقوق المرأة. ما رح تكون المنتديات عنا مغلقة وممنوعة، ما رح يكون عنا المسرح في إله قيود، ما رح يكون عنا السينما في عليها قيود. كل هذا الشيء بده يشارك بالتوعية بخصوص حقوق المرأة والمطالبة بحقوقها. لم يعد هناك مكان للشعور بالعجز في هذه الثورات. أعتقد أنه حتى في حال أن أتت حكومات إسلامية متطرفة، فإن المرأة التي تحررت ستستطيع أن تدافع عن حقوقها وستصل إلى هذه الحقوق. لم يعد هناك خضوع في الوطن العربي.